في غيره يفرحني دايما معاه ولاخر الكون عمري عشان الاهلي هون. بص التاريخ كبير، تاريخ طويل من النجاح ومن الابطال ومن الارقام ومن البطولات حققهم النادي الاهلي، لكن يبقى الحقيقه واحد من اهم اسرار عظمه ونجاح اسم النادي الاهلي جمهوره، جمهوره العظيم. ومنهم بيشرفنا النهارده اثنين، انا شخصيا بتشرف ان هم يكونوا معانا اثنين من جماهير النادي الاهلي، من الشابات الصغيرين لكن الحقيقه حبهم للاهلي كبير جدا. بيشرفنا النهارده امنيه وامل عماد عبد الوهاب، ومعاهم طبعا والدهم استاذ عماد عبد الوهاب. اهلا بيكم، بدايه طبعا منورينا ومشرفينا. اقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، واحنا سعداء جدا ان احنا مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب وجماهير النادي الاهلي طيبين والشعب المصري بخير يا رب، وربنا يعودها ايام سعيده على الشعب المصري كله وجماهير النادي الاهلي يا رب دايما. كل سنه وانت طيبه امنيه. حضرتك طيب، اهلا بحضرتك. طبعا انا مبسوطه وفخوره جدا ان انا موجوده مع حضرتك يا استاذ احمد ومع جمهور الاهلي العظيم، ده حلم بالنسبه لي. انا يعني لغايه دلوقتي مش مصدقه ان انا في قناه الاهلي. منوره الدنيا. امل كل سنه وانت طيبه واهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، انا سعيده جدا وفخوره جدا ان انا مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي، ومبسوطه جدا ان انا مع جمهور الاهلي وجمهور الاهلي بيتفرج عليا دلوقتي، سعيده جدا وفخوره جدا. احنا اسعد بوجودكم معانا وبظهوركم معانا على شاشه النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم، انا هبتدي كلام معاهم دلوقتي عشان اقربكم منهم اكتر، بس قصه امنيه وقصه امل مش بس ان هم اثنين من مشجعات النادي الاهلي الكبار، لكن الحقيقه كمان هم قصه تستحق ان احنا نقف معاها. الاثنين ابطال رياضيين وتحدوا ظروف كتير ممكن كان يشوفها صعبه، كتير كان ممكن يشوفها شماعه، كتير كان ممكن يعلق عليها عدم قدرته او عدم رغبته في تحقيق اي شيء لنفسه، لكن الحقيقه ان هم اتحدوا الظروف الصعبه دي وقدروا يكونوا ابطال في رياضه الكاراتيه. خليني ابتدي، تسمح لي استاذ عماد، هبتدي مع امنيه ومع امل. عايز اعرف الاول قصة ارتباطكم بالأهلي، يعني في ناس كتير بترتبط مثلا بنجم معين، بترتبط بمرحلة بطولات معينة، في ناس بتاخدها بالوراثة. انتوا حب النادي الأهلي ابتدى معاكم ازاي وانتمائكم للنادي الأهلي ابتدى من امتى؟ هبتدي بأمنية. طبعا انا اتولدت وكبرت لقيت بابا وجد وعمه والعيلة كلها بتنتمي للنادي الأهلي. انا يعني حبيت الأهلي مش عشان لاعب معين، عشان كيان النادي الأهلي، الكيان العظيم. فهي فعلا أهلاوية، أنا أهلاوية بالوراثة وفخورة بانتمائي للنادي الأهلي الحمد لله. وأمل؟ أنا طبعا وعيت على الدنيا، لقيت زي ما أنا عارفة اسمي كده، لقيت نفسي بحب الأهلي، حب الأهلي ده لقيته غريزة جوايا. طبعا أنا مش حبيت الأهلي من خلال لعب، أنا حبيت لعبة الأهلي من خلال الكيان العظيم. أستاذ عماد، العيلة كلها أهلاوية فعلا؟ أكيد طبعا. أنت بقالك كام سنة بتشجع الأهلي؟ انا عندي 40 سنه، بقالي دلوقتي 38 سنه. ما شاء الله. قول لي، ارتبطت بالاهلي مع جيل معين، مع نجم معين، ولا برضو يعني ارتباطك بالاهلي كان وراثه زي ما لا وراثه طبعا. العيله كلها اهلاويه، وطبعا والدي ربنا يديه الصحه يا رب، اتنشأنا لقينا نفسنا اهلاويه. مع ان اصحابي كلهم زملكاويه وانا بلعب كوره معاهم وكده، ولكن لقيت حاجات كتير مختلفه في الاهلي، فده كان قربني من الاهلي اكتر وحبيت الاهلي، والاهلي هو يعتبر كل حياتنا. لفت نظري يا استاذ عماد، وخليني اسال برضو امنيه وامل، يعني انه الموضوع مش موضوع حب وتشجيع وخلاص، ده انا بشوف انه كمان، ويمكن احنا شفنا يعني كان لقطات ليهم قبل ما يطلعوا معانا في الاهلي في رمضان، ان هم كمان يعني حريصين ان هم يروحوا يشوفوا ماتشات الاهلي ويشجعوا الفرقه من جوه الملعب. والله لو انا قلت لحضرتك ان امنيه وامل حياتهم كلها هي الاهلي، سعادتهم هي الاهلي، وقالوا لي نفسنا اللقطات اللي احنا بنشوفها حضراتكم على الشاشه دي من ماتش الاهلي والاتحاد الاخراني، ده الاهلي كسب فيه 1-0. حضرتك امنيه وامل، انتوا معلش الاول، انتوا بتروحوا يعني من نفسكم ولا بيتم توجيه دعوه ليكم؟ لان انا عارف كمان انه اداره النادي الاهلي بتبقى مهتمه جدا بذوي الهمم، وفي اوقات كتير بتوجه دعوات ليهم، فانتوا رحتوا من نفسكم ولا كان في دعوه موجهه ليكم عشان تحضروا المباراه؟ والله امنيه وامل يعني من زمان وهم نفسهم يحضروا ماتش الاهلي في الاستاد، فطبعا انا كنت عارف ان الموضوع صعب جدا. فلما رحت حضرتك سالت في ماتش الاتحاد، كان في ماتش الاتحاد والاهلي، فيمكن انا رحت الصبح
وربنا يديهم الشرطه يا رب ربنا يديهم الصحه ويخليهم، تعاونوا معانا ودخلونا والحمد لله رب العالمين. كان ده اول مره ان احنا نحضر ماتش الاهلي في الاستاد، فطبعا ورجعنا تاني بالليل فطرنا ورجعنا عشان نسمع. طبعا المشوار ساعتين ونص بس، ده كله حب يعني، هون في حب الاهلي، ولو نعرف نروح اخر الدنيا ورا الاهلي هنروح، ولكن احنا عارفين ان كان الموضوع صعب علينا وجربنا والحمد لله يعني ايه، رحنا حضرنا الماتش. فامنيه وامل امنيه حياتهم ان هم يتفرجوا على الاهلي في الاستاد، فراحوا ماتش الاتحاد. طبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وقدرت. ده انتوا كمان نزلتوا ارض الملعب وشفتوا دخل ارض الملعب بعد الماتش. طبعا اللقطه دي كانت مؤثره جدا على جماهير النادي الاهلي، لان امنيه وامل داخلين يدوروا على النجيله اللي اللعيبه كانت بتلعب عليها. من حبهم في اللعيبه وحبهم في النادي داخلين بيحسسوا، لو حضرتك خدت بالك كده بيقولوا الشناوي كان واقف فين، الشناوي كان واقف فين، وبيحسسوا كده بيدوروا على المكان اللي النجيله، ان هم عايزين يوصلوا للمكان اللي اللعيبه بتقف عليه. احساس الفرجه ومتابعه الماتش من ملعب مختلف يا امنيه حاجه رائعه. طبعا اولا انا رايحه عشان يعني اشجع من الاستاد، مش رايحه عشان اتفرج. ان انا اتفرج ده طبعا في البيت، لما ارجع طبعا هتابع المباراه من قناة أم تايم والمعلق الرياضي طبعا بيوصف المباراة، لكن أنا رايحة عشان أشجع وساند الكيان، رايحة عشان أغني أساس المشجع بقى جواكي. بالظبط. التجربة كانت إيه بقى؟ يعني بعد التسعين دقيقة ما خلصوا حسيتي بإيه؟ حاجة روعة، يعني حسيت إن أنا قريبة من الكيان اللي أنا بنتمي ليه، وبجد حاجة عظيمة جدا، تشجيع من المدرجات حاجة رائعة بصراحة. إيه الفرق يا أمل بين انك تسمعي ماتش او يعني تتابعي ماتش للاهلي في البيت مع العيله قدام التلفزيون يعني، وانك انت تبقي موجوده بتتابعي ماتش وبابا اعتقد بيقول لك على التفاصيل وانت موجوده في الملعب؟ اكيد طبعا الفرق كبير جدا، فرق ان انا قاعده اتفرج، وفرق ان انا بساهم وبشجع وبساند وبساهم ان احنا ناخد الثلاث نقط دول او نكسب الماتش ده. طبعا الماتش ده بيكون حاسم، ممكن يبقى حاسم في نهايه الدوري، وانا اكون من الاسباب. طبعا الجمهور بيكون سبب كبير ان احنا ناخد البطولات، فاحساس بيكون جميل جدا. اليوم ده كان اسعد يوم في حياتي بجد، ان انا اكون قريبه من الفريق اللي انا بعشقه واللي انا عايش عشانه اصلا، فده بيكون احساس مختلف. طب بمناسبه كمان يعني انكم بتتابعوا الماتشات في البيت، هل بتواجهوا مشكله في انكم يعني تتابعوا الماتش؟ هل بتطلبوا، شايفين مثلا انه معلقين على المباراه يبقوا حاطين في حساباتهم حاجات معينه او يوصفوا بطريقه معينه؟ هو طبعا هم بيوصفوا بطريقه كويسه، بس طبعا في لقطات كده معينه مش بنكون ان احنا مش بيوصفها بدرجه ان احنا نعرفها يعني، فبابا بيوصل لنا المعلومه دي. صراحه انا بحب جدا وصف الكابتن ايمن الكاشف يعني. في حاجات معينه امنيه حاسه انها لو حصلت تخلي الامور احسن، تخلي الصوره توصل لكم بشكل افضل؟ يعني المعلق مثلا يقول لما يعني لما يسجل هدف في الاستاد ولا في البيت؟ لا وانت بتتفرجي في البيت. لما المعلق انت في الاستاد بابا بيقوم بدور المعلق صح ولا ايه؟ صح. لما مثلا يجي هدف ببقى عايزه المعلق يعني يشرح اللعبه من الاول، يقول بقى مين الهجمه بدات من عند مين، يوصف يعني يوصف بالظبط لغايه ما الهدف يتسجل. انت ما شفتيش لعيبه الاهلي لكن يمكن احساسك بيهم يبقى مختلف شويه، مين القريبين قوي منك من الجيل الحالي، مين اللي انت بتحبيهم قوي من نجوم النادي الاهلي حاليا؟ زي ما قلت لحضرتك انا يعني بنتمي للكيان، بس طبعا بحب اللعيبه كلها يعني، بحب كابتن محمد الشناوي، كابتن محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، كلهم بحبهم جدا يعني. كابتن علي معلول بحبهم كلهم. وامل طبعا بحب كل لاعب ارتدى تيشيرت الاهلي واخلص له. بحب كل اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي. بس مفيش نجم كده يعني بالنسبه لك مفضل او تحبي دايما يبقى موجود في التشكيل الاساسي؟ طبعا بطمن بالشناوي. اسد النادي الاهلي في حراسه المرمى، وبحب طبعا علي معلول، بحب القضيه قفشه، وبحب محمد شريف وعمرو السوليه. قولي لي احلى ماتش شفتيه او الماتش اللي ما تنسيهوش ابدا يعني تابعتيه يا امنيه، وكانت ظروفه ايه، وكنت بتتابعيه مع مين؟ ماتش طبعا القضيه ممكن. نهائي افريقيا النجمه التاسعه. طبعا ده ما يتنسيش، ده انا فاكره ان انا يعني عيطت فعلا بعد الهدف ده، لانه ماتش ما يتنسيش بعد 7 سنين غياب ترجع تاخد البطوله.
طبعا انا بشجع الاهلي من وانا صغيره، بس اول بطوله افريقيه يعني طبعا احسها يعني. انت كان ساعتها عندك ايه، 15 سنه مثلا؟ 15 سنه تقريبا. انا دلوقتي عندي 17 سنه. ف يعني كان الموضوع بالنسبه لي دي البطوله الافريقيه التاسعه دي كانت مهمه جدا، يعني كان بالنسبه لي يعتبر اول بطوله ان انا اول بطوله افريقيه انا بشجع الاهلي، فكان احساس مختلف جدا. حتى بابا احنا بنتفرج على الماتش ده، بابا كان تعبان بجد، بابا تعب في الوقت ده، والحمد لله ان احنا كسبنا. تاني ماتش بقى بعده ماتش 5-3 بتاع الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك ده كان ماتش رائع، ده اوروبي ده. انتوا منين اساسا يا استاذ عماد؟ احنا من الشرقيه. الشرقيه تبع مركز منيا الامل. وجيتوا يعني جايين من الشرقيه عشان تتفرجوا على ماتش؟ انا عارف انكم جيتوا بدري قوي، يعني جيتوا تقريبا الساعه 10 الصبح صح؟ ورجعنا وما عرفناش برضه، يعني النقيب محمد ربنا يديه الصحه رب قال لي انت هيبقى الموضوع صعب عليك، واحنا قلنا له بصراحه احنا ممكن نبات في الشارع كله عشان حب الاهلي. فقال لي طب مش هينفع تقعدوا برضه القعده دي كلها، يعني انت هتقعد اكتر من 10 ساعات، فانتوا روحوا تعالوا، بس حاول تجي لي بدري عشان تقدر تدخل قبل الجمهور وكده ونقدر نساعدك. فلو قلت لحضرتك ان احنا يا دوبك فطرنا وصلينا المغرب واحنا لابسين طبعا وجرينا علشان نقدر نلحق برضو نتفرج على الماتش كده، والحمد لله رب العالمين. الموضوع كان فيه صعوبه برضو. انت خدتهم معاك يعني عشان تحقق لهم رغبه هم طالبينها منك، ولا عشان تنقل لهم تجربه او عشان توصل لهم احساس معين؟ يعني برضو في النهايه يعني اب ومعاه بنتين وسفر من الشرقيه ويجي بدري، يعني بالتاكيد في اسباب ويرجع وينزل تاني، يعني ايه الدوافع لحاجه زي كده من وجهه نظرك؟ الحب الامنيه وامل بيحبوا لي الاهلي يخلوني اعمل اي حاجه. وطبعا هم امنيه حياتهم ان هم نفسهم ان يحضروا جميع ماتشات الاهلي وتدريبات الاهلي ماشي، والحمد لله رب العالمين ربنا يعني ايه بيوفاني ان انا اقدر اعمل حاجات، ولكن أيوة. في حاجات طبعا ما اقدرش اعملها. ايوه لكن حب امنيه وامل للاهلي حياه ثانيه خالص، ويعتبر هي دي النور اللي في قلبهم بالنسبه للاهلي. ربنا يخليهم لك ويفرح قلبك بيهم. امل انت بتلعبي كاراتيه برضو؟ انا شايفك معلقه ميداليه حلوه كده وشايف كؤوس قدامي، ف قولي لي امل الصغيره صح؟ امل 14 او 15 سنه؟ بس في اماني وفي جودي طبعا. في امل ربنا يخليهم لك، ربنا يخليهم. وبيلعبوا كاراتيه برضو؟ انت العيله كلها الحمد لله رب العالمين. ربنا يدي الصحه الكابتن محمد هوازن اكاديميه هوازن، طبعا بيبذل معاهم مجهود جامد جدا، وقال لي ان شاء الله رب العالمين انا هوصلهم العالميه. طب خليني اسمع من امل كده، بدايه امل انت اللي اخترتي موضوع الكاراتيه ده ولا بابا هو اللي اختاره لك؟ لا هو انا في البدايه اصلا كان في كوره كده بتتلعب باليد كده للمكفوفين. فانا كنت كره الجرس اللي هي بيبقى فيها بتعمل، انا كنت بسال عليها في كذا يعني في كذا مكان، ما كنتش بلاقي المكان المناسب ليها. فكانت بدات لما بابا كابتن محمد فتح اكاديمي هوازن عندنا، بعدين بابا حب يعني يروح كده يجرب، فسال كابتن محمد. طبعا كانت فكره مستبعده ان حد كفيف يلعب كاراتيه، فكانت فكره يعني شبه مستحيله. بس الحمد لله كابتن محمد عمل تحدي، وان شاء الله نقدر ننجح فيه. وان شاء الله بقالي كام سنه يا امل؟ انا ما كملتش سنه. ما كملتيش سنه ورغم كده خدتي ميداليه. اللي فات قولي لي ايه قصه الميداليه دي؟ دي بطوله محافظه كانت يوم 3 فبراير اللي فات. الحمد لله عندنا مستر الكهرباء وخدتي فيها ميداليه. وامنيه برضو معاها ميداليه برضو كاراتيه امنيه ميداليه ذهبيه. دي المركز اول شرقي احنا الاثنين محافظة. اول محافظه واول ما خدت الميداليه دي. وقالك انت بتلعبي سنه برضو زي امل ولا اكتر؟ احنا بادئين مع بعض. انا اول ما خدت الميداليه دي طبعا كانت في شهر فبراير، فانا نزلت طبعا على البيج بتاعتي على تويتر كتبت ان انا بهديها. في اكونتات تويتر بقى وسوشيال ميديا وكده. فكتبت ان انا بهديها لشهداء النادي الاهلي، لانه طبعا هم توفوا في شهر فبراير، وانا خدتها فبراير، يعني هم 1 فبراير وانا خدتها 3 فبراير. هي الكاراتيه يعني كنت قبل ما تخشي مع الاكاديميه وكده كانت رياضه بالنسبه لك يعني شد انتباهك، حاسه انك انت عايزه تلعبيها، ولا كان في رياضات تانية بس مثلا ما كانتش متوفره او ما كانتش سهله بالنسبه لك؟ لا صراحه انا ما كنتش مفكر اطلاقا ان انا العب كاراتيه، بس هو بابا كان رايح
قالوا ان في اكاديمي فتحت يعني وكده، فبابا اخد اماني، حتى احنا ما كناش نعرف ان ممكن احنا كمكفوفين نلعب كاراتيه، فبابا اخدنا وكده انا وامال اختي واماني وجودي، فاخدنا عشان رحنا نجرب يعني نتكلم مع الكابتن، فالكابتن قال ليه ما تلعبوش يعني ما فيش مستحيل. فالكابتن محمد هوازن صراحه يعني زرع فينا الامل والتفاؤل، وصراحه هو كابتن محمد بشكره جدا على المجهود اللي بيبذله معانا. اماني وجودي دول اخواتهم اصغر منهم؟ اه. وبرده عندهم من ذوي الهمم مكفوفين. اه كل ما بيكبروا كل ما النظر بيقل. أوه. هم عندهم نسبه ولكن كل ما بيكبروا النظر بيقل في الناس. دي حاجه وراثيه يا استاذ؟ والله انا رحت للدكاتره كتير قالوا لي يعتبر دي اول حاله على مستوى العالم كده او على مستوى الجمهوريه ان الاربعه يجوا كده. وبالنسبه لانك انت تحاول يعني تعالج الحاله او تطور حتى من نسبه؟ قالوا لي ما لهمش علاج، قالوا لي عندهم ضمور في العصب. أي. حتى البنات الصغيرين برضو كل ما بيكبروا نظرهم بيقل، هم عندهم نسبه خفيفه كده. ايوه. حتى الدكاتره قالت لي كل ما يكبروا برضو نظرهم بيقل. طب في نظاره؟ ما شاء الله يعني. في حاجه قال لك لا ما العلاج ده مش. بس ربنا عوضهم بحاله من حالات الاصرار والعزيمه. يعني ان شاء الله عندهم بطوله الجمهوريه. ما شاء الله ان شاء الله عندهم بطوله الجمهوريه الاسبوع الجاي. ان شاء الله في استاد القاهره برضو. بالتوفيق ان شاء الله يوم 20 ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. هنتابعكم ونعرف ايه الاخبار ان شاء الله يا رب. ولو فزتوا عملتوا جبتوا مركز وميداليه نجيبكم معانا تاني تشرفونا في قناه الاهلي. قولوا لي بس ايه حكايه التيشيرتات دي؟ التيشيرتات دي جبتوها منين؟ تيشيرت النادي الاهلي. طبعا احنا كنا رحنا الكابتن محمد عبد المنعم. وبصراحه هو انسان محترم يعني احترام فوق الوصف. واستقبلنا بشكل كويس جدا وهو اللي ادانا التيشيرتات دي. طبعا التيشيرت ده غالي عليا جدا وهيفضل معايا لانه من الكابتن العظيم محمد عبد المنعم. صراحه انا بحبه جدا يعني وانسان محترم جدا. اداكي انت وامل صح؟ اه. وامل التيشيرت ده برضو كابتن عبد المنعم اداهولك؟ طبعا التيشيرت غالي عليا جدا وبصراحه كابتن محمد عبد المنعم انسان يعني في قمه الاحترام والاخلاق. هو جاركم صح؟ شرقاوي برضو؟ هو مش شرقاوي بس. هي المدرسه بتاعتهم في الزقازيق. فطبعا انا بتحايل عليهم ان انا اقعد يوم لان سفر بالنسبه لي كل يوم رايح جاي بعيد عليا المشوار. بوديهم وده قاعد معاهم طول النهار وبجيبهم. فقلت لهم بعد اذنكم عايز اريح يوم. فهم كانوا رافضين ان انا اريح. فقالوا لي قلت لهم طب احنا معديين من بلد الكابتن محمد عبد المنعم. قالوا لي خلاص لو احنا رحنا سلمنا عليه مش هنروح المدرسه بكره. ايوه. فطبعا لما سالنا على الكابتن محمد متشكرين جدا. اول ما شافنا نزل طبعا هو والحاج والحاجه متشكرين وربنا يديهم الصحه يا رب ويخليهم له ويخليهم لهم. نزل طبعا وكان مبسوط بيهم جدا وقال انا اسعد يوم في حياتي ان انا شفتهم. وكان طبعا عايزنا نقعد نفطر معاه بس قال لي انا عندي تدريب وكده. فالحاج والحاجه اصروا ان هم ان احنا نقعد نفطر معاهم. فطبعا الحمد لله رب العالمين. طبعا عشان البنات ولادي برضو لازم نبقى موجودين معاهم وكده فما حصلش نصيب. فان شاء الله هنفطر معاه في يوم يعني ان شاء الله باذن الله. خليني كمان اختم لقائي معاكم برساله لو تحبوا توجهوها للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. نعرف انه يمكن تابع حاله امنيه وامل ولو حابين توجهوا له كلمه او حابين توجهوا له رساله اتفضل. هي امنيه وامل عايزين يغنوا اغنيتين على فكره للاهلي ومحضرين اغنيه للكابتن محمود الخطيب. ناخد واحده منهم سريعه جدا يلا نبتدي. للاهلي ولا كابتن بيبو؟ اللي انتوا تحبوه. وبعد كده نطلب بقى من كابتن بيبو. يلا. تعرف بيبو كنا في مصر نحب الجول هو اللي يجيبه صرته في ايدنا وعلى النادي مش بنسيبه ماتش كوتوكو ولا الكعب وجول عدتوا اتحسوا اخوكو اخلاق موهبه غير مسبوقه فاكرين لما اعتزل الكوره حصل لنا ايه زي اللي بيتاخد منه اخوه حبيبه ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي لما كتب ويا المجموعه تاريخ مش عادي ادوا كؤوس الاهلي ويلا افتحوا دواليبو تعرفوا بيبو ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي لما كتب ويا المجموعة تاريخ مش عادي
عدوا كؤوس الاهلي ويلا افتحوا دواليبو تعرفوا بيبو اللي اتربى في قلب النادي وعاش من خيره زي ما شافه اتعلم واجبه يعلم غيره لما ولاد الاهلي ضحوا شوفوا ترتيبه تعرف بيبو. جميلة أمنية جميلة يا أمل، أنا هسقف لكم بقى وأقول لكم برافو جدا جدا، أنتوا أحلى حاجة فيكم ضحكتكم الحلوة دي، يعني بجد ربنا يبارك لك فيهم ويفرح قلبك بيهم، ما شاء الله عليهم. والحقيقة أنت كمان على المستوى الشخصي ليك يعني تحية تقدير واحترام، أنت تستاهل الحقيقة إن أنا كمان يكون ليا معاك لقاء خاص، لأنك أنت مثال وأعتقد قدوة ووراك رسالة مهمة جدا انها توصل لكل الناس، فتحية مني يعني كبيرة جدا استاذ عماد، شرفتنا ونورتنا وبشكركم. انا اتشرفت جدا جدا وانبسطت جدا انكم كنتوا معايا. عايزكم بقى سريعا توجهوا رسالة للكابتن محمود الخطيب لو حابين. هتتكلموا ولا كلام؟ اتفضلوا انتوا بقى. طبعا كابتن بيبو هو اب لينا واب لكل اهلاوي واسطورة في الاخلاق قبل ما يكون اسطورة في الكورة، وبجد هو يعني انسان عظيم ولاعب رائع، ما اتفرجتش عليه طبعا بس يعني التاريخ يشهد له بذلك. يعني كابتن بيبو انا عايزه بس يعني نفسي ان احنا نحضر يعني كل مباريات الاهلي وان احنا نسلم عليه ونتصور معاه هو وكل لعيبه النادي الاهلي ونكون متواجدين في النادي. يعني اكيد ان شاء الله باذن الله كابتن خطيب مش هي يعني يتاخر في طلب زي ده. انتوا نورتونا وشرفتونا. امل انا سعيد جدا بيكي ونورتيني وشرفتيني النهارده في قناه الاهلي. شرف ليا طبعا. انا طبعا قبل بس ما اختم مع حضرتك بحب يعني اوصل رسالتي لكابتن بيبو واقول له ان انا بحبه جدا وان انا يعني نفسي اشوفه بجد، يعني هيكون شرف وفخر كبير ليا، نفسي دايما اكون قريبه من النادي الاهلي، النادي اللي انا بحبه اتواجد دايما فيه واسنده في جميع المباريات. وبجد رسالتي لجمهور الاهلي ان النادي الاهلي ده كنز لا يفنى بجد. بشكرك يا امل وبشكرك يا امنيه وبشكرك امنيه. معلش انا عارف ان عايزين يغنوا اغنيه للاهلي، طب ناخد اغنيه بقى ونختم عليها. وقبل ما نختم مع امنيه وامل استاذ عماد، خليني اقول لحضراتكم الفقره اللي جايه مع اساطير يمكن ما شفتهمش في الملاعب ويمكن ما كانوش بيظهروا قدام حضراتكم على الشاشه، لكن لما نيجي نتكلم على نجوم الكره في مصر لازم نتكلم على اساطير الكره الشراب اللي شهرتهم يمكن الحقيقه يعني كل عشاق الكوره معروفه وتاريخهم اتعمل عليه افلام. واعتقد انه الفقره اللي جايه هتمتعكم جدا لكل عشاق الكره الشراب ولكل عشاق الحريفه والحرفنه. تابعونا في الاهلي في رمضان وخلونا نختم على الفقره دي على اغنيه اخيره لامنيه وامل. طيب قبل بس ما اغني عايزه اقول حاجه. انا بابا لما بيجي يسالني دايما بتحبينا الاكتر ولا الاهلي، بقول له في يعني لا بابا جمله طبعا. لا بابا طبعا في جمله الاهلي في جمله الاهلي وكيان في اغنيه الاهلي كيان بتقول والفرق في حبنا للاهلي ان في نفس غلاوه الاهلي. احيانا يا استاذ احمد لما مثلا الواحد بيفكر كده في الموت بيبقى في حاجه في الدنيا ما بيبقاش عايز يسيبها ويمشي. انا لما باجي افكر في الموت ببقى الحاجه اللي انا متضايقه ان انا هسيبها في يوم من الايام وتشجيع للنادي الاهلي، لانه فعلا الاهلي حياتي وحياتي فدا الاهلي وانا مستعده اضحي بحياتي في اي وقت وانا تحت امر النادي الاهلي افدي بروحي وكل حاجه. والله سعيد بيكي وسعيد بامل، وهطلب منكم بقى عشان نختم الفقره تغنوا لنا الاغنيه الاخيره اللي انتم محضرينها. أهلاوي لا 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 أهلاوي لا 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 أهلاوي لا 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 هي فكرة وجمعتنا أساسها الانتماء وكل فرد فيها يتعلم الوفاء. مجنون للكرة الأهلي عندي بالحياة ما كانش باختيارنا اتولدنا ولقينا اهلاوي لا 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 اهلاوي لا 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 اهلاوي لا 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 ولا عضو في اشتراكه في السنه بدفع الاف ولا لاعب جوه تتشو صورتي على الغلاف. انا واحد عادي حبه ظاهر في الهتاف مملكش الا صوتي وقلب عمره ما خاف اهلاوي لا 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 لا
أهلاوي.